يعني ايه طلعوا بسلاح على عربيه الترحيلات هربوا المساجين وبعدها فص ملح ودابوا؟ فين الدوريات والكمان اللي على الطريق يا باشا؟ الموضوع كله ما خدش اكتر من ربع ساعه. واضح ان العمليه كان متجهز لها كويس جدا من الاول. كان في كام مسجون اجنائي في العربيه دي؟ حوالي 6. عايزك لما نرجع تعمل لي ملف كامل بكل مسجونه هربت، اساميهم، قرايبهم، اسامي كل واحد زارهم في الفتره الاخيره، ومين فيهم مشتبه فيه ممكن يكون هو اللي عمل العمله دي. امرك يا باشا. الموضوع مش سهل يا فريد، في 4 من رجالتنا في المستشفى وفيهم واحد في حاله خطره، لازم نرجع كل مسجونه هربت في اسرع وقت. والاهم من كل ده نعرف مين اللي خطط ونفذ العمليه دي. مش عايز اي غلطه على الطريق. مش بعد ما استلمناها والعمليه مشيت صح تقف في اي لجنه وتعك الدنيا. والله ما علينا غير اطمن بتاعتك دي. ايه يا ابني ما عندكش كلمه تانية ولا ايه يا باشا؟ يعني قلقك على الفاضي ليه يعني؟ ما العمليه وتمت والطريق سالك وزي الفل، واقل من تلت ساعه وهنوصل، ليه القلق بس؟ ماشي يا اخويا ماشي، بس خد بالك يا اشرف، الست دي ست هانم، ها؟ عايزه معامله خاصه، تتعاملوا معاها بكل ادب وذوق، عايزها تحس كده انها قاعده في بيتها معززه مكرمه. طب انت هتيجي امتى يا كبير؟ لا مش دلوقتي خالص، ورا شويه حاجات وبعدين هبكلمكم. اشرف يبقى تابعني بالتليفون، ها؟ قول لي على الاخبار اول باول. ما تشغلش بالك يا باشا، ما تشغلش بالك. سلام يا ريس. سلام يا اخويا، سلام. كله تمام يا باشا؟ تمام يا ميدو، برافو عليك. لا وبعدين انت ليك دخل كبير في التخطيط ده. تلاميذك يا باشا. المفروض حضرتك ايه اللي يحصل دلوقتي بقى؟ نقلب براحتك. نقلب ايه يا ابني؟ انت عبيط. هنفضل كده معاها. هي فاكره ان انت معاها وانت معايا وبتفتح لها السبيكر وانت بتكلمني. قشطه يعني، هو في احسن من كده؟ طب ما ترسيني طبعا الحوار يا ريس، ممكن لو فهمت اقدر افيدك اكتر. وبعدين معاك بقى يا ميدو، احنا مش اتفقنا يا ابني تنفذ اللي بقولك عليه وانت ساكت ومش فاهم؟ علشان لو فهمت هتتعب يا ميدو. بتشوف يا باشا، انا مطلوب مني حاجه دلوقتي؟ طبعا مطلوب منك اهم حاجه. هو احنا عملنا كل ده ليه؟ عشان نفرح مدام رحمه ورجوع مدام انشي. برافو عليك يا ميدو، برافو عليك. انت عارف لو فضلت كده هتبقى في حته تانيه خالص. يا باشا احنا خدامين معاك والله، ده كفايه. تطلع من هنا على مدام رحمه تقول لها ان صاحبك امين الشرطه دوت كلمك في التليفون وبلغك الخبر الحلو ده. وطبعا انت عارف هتقولها لها ازاي؟ من غير ما تقول يا باشا والله. سلام يا ميدو. تسلم يا باشا. محلال يا اختك يا رحمه، امك دعالك ان ربنا يوقف لك ولاد الحلال. يا الحماية دي تخص الباشا؟ خليك في حالك. انت مش ملاحظ ان الباشا بتاعنا طلعاته كلها بقت حريمي وطريه كده؟ هو في ايه؟ هو مش قالوا تحقيق الساعه 10؟ مش عارفه في ايه، بس في حاجه مش طبيعيه اكيد. مستعجل قوي على التحقيق؟ مش قلت لك ما تسيبش الشغل؟ اهو يوم ضاع على الفاضي. يعني انا كنت اسيبك في الجو ده واخده انت على الاقسام والنيابه؟ يعني كان هيحصل ايه؟ هياكلوني؟ خلاص خلينا قاعدين نشوف ايه اخرتها. ايه يا جماعه مش كده؟ احنا في ايه ولا في ايه بس؟ هشام اهو، انا هروح اساله لو عنده اي اخبار. دكتور هشام، في ايه؟ عرفت انجي متاخره ليه؟ ما اعرفش، المحامي راح يسالها. خير ان شاء الله. يمكن ده العادي، ربنا يستر. بصراحة هو في ايه يا متر؟ في مصيبة، في ناس طلعوا على عربية الترحيلات اللي جاية فيها مدام انجي وحصل اشتباكات. ايه؟ وفي قوة نازلة دلوقتي عشان تعرف ايه اللي حصل بالظبط. ناس مين؟ يعني ايه؟ الدنيا مقلوبة ومفيش معلومات أكيدة. كل اللي بيتقال إن عربية الترحيلات اتفتحت وسط الاشتباكات وكل السجينات اللي فيها هربوا. هربوا؟ هربوا ازاي؟ وانجي حصل لها حاجة؟ اللي وصلني بقى ان هم جابوا كل السجينات عدا مدام انشي.